الريجوليشن ده اول حاجه اللي هي نيورال ريجوليشن. ادي الكارديو سنتر موجوده فين يا جماعه؟ زي ما لسه قايلين في البرين ستيم، في جزء في البرين ستيم في المدور والجاتر. يطلع فرس الباثاتيك ويطلع سمباثاتيك. فرس الباثاتيك هيروح لمين؟ الاتريال. والسمباثاتيك يروح لمين؟ لكل الهارت. خلاص؟ وهذا ايه؟ اكزامبل هنتكلم عنه في بعد شويه. نيورال ريجوليشن مختصرها بمنتهى البساطه في رسمه بسيطه، كل واحده من دول عايزين نعرف منها كلام، في حاجات مهمه في اهم، حاجه اقل اهميه وفي حاجه اقل اقل. النيورال ريجوليشن انا بقسمها لحاجتين كبار. يا نيورال معناها نيرفس، معناها سنترال، معناها رابد اميديت ريجوليشن. فانا في حاجه اسمها ريفلكسز باور ريسبتورز. مش اتفقنا ان الريفلكس لازم يكون له عين هي الريسبتور؟ اشتغلنا في حاجه اسمها ريفلكس ارت يا جماعه؟ اهي بسرعه كده. قال لك ايه؟ نفتكر مع بعض ريفلكس ارت، افتكروا النقطه اللي انا هتكلمكم على امتداد كل الكارديو باسكولار سيستم. وعلى امتداد كل اللي هو ايه؟ الريسبيراتوري بعد كده. واول ده على السلام، بعد كده مفيش اي ورق وخلافه هيبقى مبني الكلام انك تبقى عارف يعني ايه ريفلكس ارت. ريفلكس ارت يكون عندي فيه ستيمولس. هيأثر على حاجة اسمها ريسبتور مستقبل. هيطلع منه حاجة اسمها افرنت. هيروح لحاجة اسمها سنتر. هيطلع افرنت. يروح لحاجة اسمها افكتور، افكتور اورجان. هيؤدي إلى ريسبونس. زي ما قلت قبل كده، إيه؟ حد جه من ورا اسمه الشك وشكك. يبقى الشكة هي الستيمولس، صح ولا لا؟ الريسبتور، الريسبتور بتحس بهذه الاريتيشن او هذا البين. هيطلع افرنت من الميديا ده، هيروح للسنتر بتاع الجزء ده، يعني لو في الارض هيروح للسنتر اللي بيسبلاي الارض. سرفايكال كارب. هيطلع افرنت، هيروح للمصل اللي بتتحرك. هي لو ايه؟ من اول هيعمل الوجه ما تقدرش، يعني انت لو تتخيل حد شكك من هنا، هتزق ايدك عليه عشان تشك زياده ولا تبعدها؟ تبعد. شكك من هنا هتبعد ايدك، صح ولا ايه؟ فهيؤدي الى ايه؟ ريسبونس ان انا بعد كده. فنفس الكلام لما اجي اتكلم على اي حاجه هنا، فقال لك خلي بالك الريفلكس ريجوليشن اوف كارديو فاسكولار سيستم بقسمها لحاجتين كبار اطول من السايت اوف ريسبتور. انا بتكلم على كارديو فاسكولار سيستم. قال لك فيه ريسبتورز جوه الكارديو فاسكولار، جوه الارض، جوه البلاد فيسل، وفي حاجات بره الهارت. فبقول في ريفلكسز الريسبتورز بتاعتها موجوده فين؟ في الكارديو، في الكارديو فاسكولار سيستم. في ريسبتورز موجوده اصلا على سبيل المثال، انتوا بتستغربوا، استغربتوا مره لما لقيتوا حاله واحد بيشتكي من شيست بين او ديفكالت بريثنج ومعاه بالميتيشن، طب ايه اللي اثر؟ من السبب؟ من الجزء؟ صح؟ يا جماعه في انتجريشن في البودي سيستم، زي ما قلنا قبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له ايه؟ سائر الجسد بالسعادة والحمى. يعني انت عارف شك الدبوس تخلي جسمك كله يتعبك، صح ولا ايه؟ ماشي واتعبت، حصل لا قدر الله جزع في عضله او في مفصل، تلاقي نفسك جسمك كله تعبان، صح ولا ايه؟ فبالتالي اي حته في جسمك بتاثر على الكل. فانت فيه ريسبتور مستقبل ممكن يكون فين؟ في اللنج، ياثر على الكارديو فاسكولار سيستم. بلاش دي، انت دلوقتي جاي متاخر وجاي طالع السلم ازحق، تجري تجري عشان تلحق عشان ما تنطردش من المحاضره، تعمل ايه؟ اول ما توصل تلاقي هتنهج ودقات قلبك ما شاء الله، صح؟ ايه اللي دخل الاكسرسايز بالكارديو فاسكولار سيستم فانكشن؟ يبقى ده برضك اكسترا ايه؟ ريسبتور اكسترا كارديو فاسكولار سيستم، في ريسبتور بره الكارديو فاسكولار سيستم. فاول حاجه عندي ريفلكسز الريسبتورز بتاعتها في الكارديو فاسكولار سيستم غايه في الاهميه، مهمه جدا 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 تفهموها تاثر جامد بعد كده. انا في حاجه اسمها بارو ريسبتور ريفلكسز وحاجه اسمها كيمو ريسبتور ريفلكسز، هيتكرروا كتير. البارو ريسبتور ريفلكسز بقسمهم لحاجتين، يا اما هاي بريشر بارو ريسبتورز يا لو بريشر بارو ريسبتورز. الهاي بريشر بارو ريسبتورز موجودين فين؟ في حاجه البريشر فيها عالي، يعني الارتري، ايه رايكم؟ البلاد بريشر في الارتري كام؟ اورطه مثلا سيستول 120 في يانج ادلت، ايه؟
دول 80 صح يعني عالي. طب الاتريال رايت اتريال مثلا البرجر في كام؟ من 0 ل 4 ل 5 قليل. الفيرتيكال ايه رايكم؟ السيستول كام؟ 120. فبالتالي لو وجد بار ريسبتور كده بار ريسبتور يستجيب للتشينج ان بلاد بريشر. بار يعني بريشر. فالريسبتور الموجود في الارتري وفي الفيرتيكال بيقول عليهم هاي بريشر لانه فين؟ في فيزيت او في فيرتيكال بريشر فيهم عالي. لو بريشر بار ريسبتور او الاتريال بار ريسبتور ريسبتور بتستجيب للتشينج ان بريشر انسايد ايه؟ يبقى في عندي بارو ريسبتور هاي بريشر ولو بريشر بارو ريسبتورز. طب الكيمو ريسبتور ريفلكسز قال لك من اسم كيمو ريسبتور يعني ريسبتور بتستجيب للتشينج ان كيميكال في البلاد. ودي مهمه جدا في الريسبيريشن برضه. الكيميكال في البلاد زي ايه؟ زي الاكسجين زي الكربون دايوكسيد زي الهيدروجين ايون. فقال لك في ارتيريال او بريفر كيمو ريسبتورز وفي كوروناري كيمو ريسبتور ريفلكسز. طب دول الريفلكسز اللي موجودين فين؟ جوه الكارديو فاسكولار سيستم. طب الريسبتورز اللي بره الكارديو فاسكولار سيستم خلي بالك فيه في اللنج مش لسه قايل حالا اي تغير في اللنج يمكن ياثر على الكارديو فانكشن. فقال لك في حاجه اسمها بالمونري ستريتش ريفلكس وحاجه اسمها البالمونري كيمو ريفلكس او نقول عليها جاكستا بالمونري كيمو ريسبتور ريفلكس. طب البالمونري ستريتش ريفلكس ده ايه؟ خلي بالك حد كل واحد فينا كده حاول يبص يا جماعه خد ديب انسبيريشن على قد ما تقدر خلاص وبعدين اعمل ايه فورس اكسبيريشن او بلاش فورس اعمل ديب انسبيريشن شوف هتقدر تعمل ايه خد كده وريني كده هتقدر تاخد ديب انسبيريشن لمدى نهايه ولا ايه اللي هيحصل هتلاقي غصب عنك وقفت التنفس صح ولا لا انت ما خدت ديب انسبيريشن كميه هواء كتيره دخلت صح ادت الى افكشن لسيرتن استريتش ريسبتور سواء في الالفيولس او في الاير باث ويز هتؤدي الى افكشن لمين؟ للريسبيراتري والكارديك سيرفيس. خلاص؟ الكلام ده هيتكرر كتير واحنا بنتكلم في البلد بريشر في كارديك او البول في ريجوليشن لوكال في كارديك لوش خلاص؟ كلام كويس؟ طب البلكونه للكيمو ريفلكس ايه رايكم؟ لو واحد لا قدر الله عنده هارت فيلير فاكرين خدتوا بروبلم الاسبوع اللي فات كان راجل عنده مشكله فين؟ الليفت اتريال والليفت اتريال والبلمونري حسب بلمونري سينوزس فالليفت اتريال من لارج مان وادي الى بلمونري ايه كونجيشن فاكرين الحاله دي الاسبوع اللي فات فكان بيشتكي من ايه؟ ديفيكالت بريثنج كان ايه السبب؟ انه حصل بلمونري كونجيشن احتقارا هذا البلمونري كونجيشن بيأفكت مين؟ بيأفكت هذه الايه؟ البلمونري كيمو ريفلكس كيمو ريسبتورز موجوده فين؟ في الاير واي كاركتر بتاعت اللنج فهتؤدي الى ايه؟ افكشن للاثنين للريسبيراتري والكاردي فاسكولار سيستم. حالا لسه قايل لك ايه؟ سكيلت الواحد بيعمل اكسرسايز زي هتلاقي قلبك زياده. جت عن طريق ايه؟ في ريسبتور بيقولوا عليها بروبير ريسبتورز موجوده في سكيلت الماسلز. تيجي تتحرك بقى تتعب وتتزاد واحنا بنتكلم برضه فين؟ في الاكسرسايز. شفت يا جماعه؟ واحنا بنشرح المحاضره اللي فاتت قعد فين وده اتقال فين؟ لان المحاضره على اساسها تفتح لك المحاضرات اللي جايه خلاص طب كلام كويس الفيسرا والسكين ايه رايك واحد لا قدر الله حصل عنده اكيوت ابدومينال بين ايه رايك سمعت عن الابندسايتس ازاي ده دودي ينفع لو في التهاب فيها او حاجه او بلاش واحد كان اكله تقيله وما كانش كويس يقعد يرجع وهو قبل ما يقعد يرجع ويعمل ايه رايكم مش بيعرق صح؟ دقات قلبه بتزيد يبقى في تاثيرات للفيسرال اورجان ولا لا؟ الريسبتور موجوده فيها بتافكت الريسبيرات بتافكت الكارديو فاسكولار سنتر. الار قال لك لو انت جيت دلوقتي وجيت على الار وعملت كومبريشن على الار لو جربت كده انت ذات نفسك هتحس بايه؟ بان الدنيا اتبطلت سنه قدامك ليه؟ في فيجر ستيميليشن هتافكت مين؟ الكاردياك سنتر ترايجر اريا دينجرس اريا يعني لو جبت ايه رايكم؟ واحد خد خطوه في اللارنكس او لعيب بيوقف ضرب شوطه وجت اتشرب فاتخبطت في التستس هيتنمي يتلوى في الارض ولا لا؟ ليه؟ لان الفيجر سبلاي شديد فيؤدي الى افكشن لمين؟
للكارديك سنتر، ممكن يعمل له برادي كارديك يقلل الهارد ريت، يعمل له مشاكل ممكن في حالات شديده يا جماعه بتأدي الوفاه. خلاص؟ يبقى تو سمايز يور ريجوليشن في ريفلكس ريسبتورز منين؟ ريسبتور جيالي للكارديو فاسكولار سيستم. وفيها ريسبتورز جايه منين؟ بره الكارديو فاسكولار سيستم. نقطه مهمه يا جماعه كلاسيفيكيشن، ابقى فاكر الباص بتاعت الكلام كتير وغير الاهميه الكيميكال هتكرر هنا وهتكرر في الريسبيريشن. وبمنتهى البساطه كده كلمه بسيطه عن الكيمو والضوء بسرعه عشان وعيك عارف هيتزاد، بس كلمتين صغيرين عنه. في عندك اللي هو الارش اوف اورتا، وده الكومن كاروتر وده البايفريكيشن. قال لك فيه ان هو في حاجه اسمها اورتيك ارش هنا، فيه اورتيك ساينس، والكاروتر هنا فيه ريسبتور اسمه ايه؟ ها؟ كاروتيد ساينس. الكلام ده هيتكرر هنا وهيتكرر في الريسبيريشن هيتكرر فيه. هيطلع منه افرنت هنا وهنا. الافرنت هنا اللي هو جاي من الاورطة عن طريق حاجه اسمها الايه؟ الفيجاس. من الايه؟ من الكاروتيد عن طريق حاجه اسمها الجلوسو فارينشال. هيستجيبوا بايه؟ الريسبتورز دي بتتاثر في ايه؟ اسمها بار ريسبتور، بار بريشر ارزل لانكريز ان بلاد بريشر. وزين رينج من 60 ل 180 زاد بيأفكت هذه الريسبتور. تروح لمين؟ للكاردياك سنتر. بتأفكت الحاجه اسمها كاردياك انهبيتوري سنتر. فهتروح عن طريق الفيجاس تأفكت مين؟ الكارديوفاسكولار سيستم فانكشن، تقلل الهارت ريت وتقلل الارتيريال بلاد بريشر. ده اسمها الايه؟ هاي بريشر باروريسبتور ريفلكس. يبقى عرفت الريسبتور موجوده فين؟ الاسل السنتر الايفلت ريسبونس. الاتريال ده هنعمل الكيميكال اللي شبهها. الكيميكال قال لك ان هو فيه اورتيك اند كاروتيك باتس، ده ريسبتور ثاني. بتستجيب لكيميكال تشينجز اند بلاد. زياده الكربون دايوكسيد تنشن او نقص الاكسجين تنشن هيروح قافل نفس دول اللي هو مين؟ جلوسو فارينشال والفيجاس، ودول كلهم موجودين حاجه اسمها بفر نيرفس. هيروح يافكت الكاردياك سنتر ويافكت مين؟ الكارديو فاسكولار سيستم فانكشن. في اي مشكله في الكلام اللي احنا قلناه لحد دلوقتي يا جماعه؟ اخر حاجه عندنا النهارده اللي هي الهرمونال اندوكراين ريجيليشن. قال لك الهرمونال والاندوكراين ريجيليشن بيقسمهم لحاجتين. الهرمونال ريجيليشن فيه هرمونز تعمل فازو كونستريكشن، وفي هرمونز تعمل فازو دايلاتيشن. قبل الكلمه ديت في ملحوظه صغيره. لما اجي اقول لك هرمونال ريجيليشن اوف كارديو فاسكولار سيستم، اقوم سائل نفسي سؤال. الهرمونال ديت هرمونات جايه من كل الجسم ما عدا الهارت والفيسل، ولا هرمونات جايه من هنا وجايه من هنا تاثر على الكارديو فاسكولار سيستم؟ نفس الكلام. فاكرين حالا من شويه قلت لك الريفلكسز في الريفلكسز الريسبتورز موجوده في الهارت والكارديو فاسكولار سيستم وريسبتور الهارت، نفس الكلام الهرمونز. في هرمونز بتطلع من الكارديو فاسكولار سيستم وتاثر على الكارديو فاسكولار سيستم فانكشن، وفي هرمونز تيجي من بره الكارديو فاسكولار سيستم وتاثر على مين؟ على الكارديو فاسكولار سيستم فانكشن. من اشهر الامثله للهرمونات اللي بتطلع من الهارت وتأثر الكارديو فاسكولار سيستم حاجه اسمها الاتريال لاتريوريتد بوبتايد، اللي خدتوه في الاندوكراين. وهنتكلم عنه كلمتين دلوقتي. هرمونات بتطلع من بره الجسم من بره الكارديو فاسكولار سيستم وتأثر الكارديو فاسكولار سيستم زي مين؟ زي الانتي دايوريتك هرمون والانجيوتنسين 2. طيب يبقى الفاسكولار سيستم زي مين؟ انتي دايوريتك هرمون انجيوتنسين 2 نور ادرينالين اريثروبويتين، الكلام الجديد اريثروبويتين فازو كونستريكتور. سيروتونين. طب الفازو دايوريتك اتريوريتك بالطيب، وابن عمه الادرينالين وابن خاله الفي اي بي شبه بعض في الاكشن. والكينينز والابنفرين الاوردينالي دوز والهيستامين. من اهم الحاجات اللي كده يا جماعه تركزوا في النقطه دي هتتكرر كتير، الايه الانتي دايتيك هرمون والانجيوتنسين 2 والاتريال نافيريوتيك بوتايد، مهمين جدا. نبدا في اول ايه؟ واحد فيهم الانتي دايتيك هرمون. فاكرين لما كنا بنقول كان بيطلع منين في الاندوكراين؟ من الهايبوثالمس، يتخزن في البوستيريور بيتيوتري، يحصل له ريليز والاستيميليشن بايه؟ ايه الاستيميلاي بتاعته؟ هايبو فوليميا، صح؟ هايبو تنشن، هايبر اوسمولاريتي. هيحاول يعمل ايه؟ خلاص انا خلصت يا جماعه، بريتين. هيحاول يعمل ايه؟
هيحاول يرفع البلاد بريشر من اسمه انتي دايبيتيك هرمون، اسم الدرع بتاعه فازوبريسين. انتي دايبيتيك يعني انتي دايوريسيس، يعني بيمنع الووتر يعني بيزود الووتر ريابسوربشن، يزود البلاد فوليوم. اسمه فازوبريسين، الهاي دوز بيعمل فازوكونستريكشن فيزود البلاد بريشر. يبقى بالتالي انتي دايبيتيك هرمون، فازوبريستريكتور هرمون، سينسيسايزد باي هيبوثالامس، ستورد اند ريليز باي بوستيريور بيتيوتري، انكريز بلاد بريشر، هيكرس البلاد بريشر ريجوليشن، بيعمل ايه؟ بيزود البلاد فوليوم، فيزود كمان مين؟ الفازوكونستريكشن، بيزود البريفرال ريزيستنس، فينظم لك البلاد بريشر. الهرمون التاني اللي هتسمعوا عنه كلام، هتسمعوا عنه كتير جدا عندنا وفي الفارما وفي الباثولوجي، وهيتكرر دلوقتي وهيتكرر كل ما فيش هتتخبط فيه، وسمعناه في الاندوكراين اللي هو الانجيوتنسين 2 سيستم، رينال انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. وده فكره الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده. قال لك عندنا الليفر بيطلع بروتين اسمه انجيوتنسيرجن، هيشتغل عليه هرمون اسمه الرينال، بيطلع منين؟ من الكبني. امتى؟ اون سمباثيتك ستيميليشن اون رينال اسكيميا اون هاي بوتنشال. هذا الرينال هيحول انجيوتنسيرجن لانجيوتنسين 1، مفتاح حل الحاله عمرك كذا. انجيوتنسين 1 هيروح لمين؟ للانج. اللانج فيها انزايم اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزايم، او اسم الدرع بتاعه كونفرتيز. هيحول هذا الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 طلع ليه؟ واتكون ليه؟ لان في هايبوفولينيا، في هايبوتنشال، في رينال اسكيميا، فعايز يحل المشكله يعمل ايه؟ هو نفسه بيعمل فازوكونستريكشن بنفسه. وبيحتاج وسيط يطلع انتي دايوريتيك هرمون يعمل فازوكونستريكشن ووتر ريتنشن، وبيطلع الالبوسترون فيعمل سولت ووتر ريتنشن، وبيعمل سولت ووتر ريتنشن هو بنفسه، وبذلك النت ريزلت للالبوسترون ايه؟ لهذا الانجيوتنسين 2 يرفع الحالة بتاعتنا النهارده. قال لك ادى انجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهبيتور، يعني منع تكوين مين؟ الانجيوتنسين 2، فيظبط البلاد بريشر ولا لا؟ يقلله للنورمال ولا لا؟ يقلله للنورمال. اخر حاجه خلاص خلصنا الاثيريان ناتريوريتيك. الكلام يا جماعه بقول تاني، بعيد وازيد واكرر، المحاضره هي عباره عن تمبلت للمحاضرات اللي جايه، هتلاقي الكلام بيتكرر مره واثنين وعشره. نذاكر تفهم المحاضره كويس هتبني عليها. لا تتاخر عند مذاكره المحاضره قبل المحاضرات الجايه، هتلاقي نفسك بتتعب في المحاضرات الجايه. الاتريال ناتريوريتيك بوبتايد اسمه اتريال، بيطلع من الاتريال رايت اتريال، وحديثا اكتشفوا بيطلع من البرين ومن اذر ارياز، بس دلوقتي بيطلع من الاتريال اهو. اتريال ناتريوريتيك بوبتايد بيطلع نتيجه ايه؟ عكس الانجيوتنسين 2، بيطلع في حالات الهايبرفوليميا، بيطلع في حالات الهايبرتنشن. بيعمل ايه؟ عكس الانجيوتنسين 2 بالظبط، بيعمل ناتريوريز، بيزود الصوديوم والسيريوريز، بيقلل الانتي دايريتيك هرمون ريليز، بيقلل الالتوستيرون ريليز، وبالتالي النت ريزلت ان يقلل البلاد بريشر ولا يزوده؟ ها؟ هو الفكره بتاعته ايه؟ هذا الناتريال ناتريوريتيك بوستايد عندك هايبر فوليميا، عايز يقلل البلاد فوليوم، عايز يقلله للايه؟ للنورمال. عندك بلاد بريشر عالي، عايز يقلله للنورمال. دايما المفتاح بتاع المعلومه ايه يا جماعه؟ احط في دماغي ان الاتريال ناتريوريتيك بوستايد ولاد عمه الادرينومدالين والفي اي بي عكس مين؟ عكس الانجيوتنسين 2. وضحت الصوره يا جماعه؟ الامور سهله ولا صعبه؟